في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية غليزان من توقيف 3 أشخاص من مختلف الأعمار يقومون بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف الثابت والإنترنت والكهربائية. بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص يقومون بهذه السرقة عليه، تم إعداد خطة محكمة من قبل عناصرنا أين تم إيقاف المشتبه فيهم واسترجاع المسروقات المتمثلة في كابل نحاسي من نوع 112 زوج يقدر طوله 62 متر ومجموعة من الكوابل النحاسية المختلفة، وكذا أداة التقطيع المتمثلة في منشار وكذا عداد مائي. عليه تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.